لا تنتهي ولا تموت قصص نجاح المبدعين، لكن قليل منها يكتسب صفة استثنائية تتفرد عن غيرها، خاصة إذا تعلق الأمر بتحدي التوحد. أحمد الهاشمي هو أحد أولئك المتميزين والمبدعين الذين استطاعوا التغلب على عقبات حياتهم وأظهروا نبوغهم للناس، وشحذوا من التوحد طاقة إلهام حلق بها لفضاءات الموسيقى ليكون عازفا ومؤلفا، مسجلا نفسه أصغر موسيقار إماراتي يجيد عزف جميع المقطوعات العالمية ويحفظ النوتات الموسيقية عن ظهر قلب بعد سماعها لمرة واحدة. أنابل تتحرك برشاقة ودقة على مفاتيح بيضاء وسوداء، تنساب منها ألحان عذبة تروي قصة مليئة بالمشاعر، تأسر الحواس بتناغمها. ومع هذا الإبداع الحسي فالتصفيق واجب. الموسيقار أحمد الهاشمي بإبداعه الفني وتقنياته الموسيقية حول كل جلسة عزف لتجربة فنية فريدة، تحدى مرض التوحد وجعل من الموسيقى قناة تواصل تترجم مشاعره وأفكاره. وهو ما أوضحته لنا الكاتبة الإماراتية إيمان العليلي، والدة البطل أحمد التي كرست حياتها لرعاية وتأهيل ودمج ابنها في المجتمع، ولتجعل منه كما نراه اليوم نموذجا ناجحا، وهو ما كشفته لنا خلال لقائنا بها. طبعا أحمد كان طفل غير ناطق، والتواصل معه كان شوية صعب. اكتشفنا موضوع الموسيقى محض الصدفة، لأن كنا نلاحظ أنه هو بين فترة والثانية دائما مجرد ما يسمع موسيقى حلوة أو شيء يوقف ويحاول يعني يسمعها. وكان عندنا بيانو صغير في البيت، فكان يحب وايد يلعب عليه بطريقة عشوائية. لين في يوم قلت له أحمد تعال أعلمك معزوفة عيد الميلاد. عزفتها قدامه مرة، ورغم أنه ما كان منتبه علي، لكن اكتشفت أنه ثاني يوم قاعد يعزفها بروحه. من أصعب التحديات اللي تواجه معظم أهالي أطفال ذوي الهمم التوحد صعوبة التعامل، خصوصا أنه يعني بعض الأطفال يكونون غير ناطقين، والأشياء اللي الطفل يتعلمها بالفطرة أطفال التوحد ما يتعلمونها يعني بطريقة بسيطة. لينطلق بعدها أحمد لفضاءات الموسيقى دون سقف يحد أحلامه، ويتجاوز العقبات والتحديات بإصراره، وبات ضيفا خفيفا على الكثير من الفعاليات الكبرى على مستوى العالم. هو ما شاء الله أحمد فائز بجوائز ومسابقات على مستوى الإمارات ومستوى الخليج ومستوى العالم، ما شاء الله الحمد لله، يعني أكثر من 20 جائزة عالمية. بس اللي أنا وايد مأثرة فيني لليوم سبحان الله، يمكن هي تقريبا أول جائزة مسابقة فاز فيها، جائزة عمار للموهوبين. هذه الجائزة كانت على مستوى الخليج العربي لكل الموهوبين بكل الأعمار، يعني ما كان حتى فيه مثلا درجات معين أو عمر معين، كان فيه حتى ناس أكبر عنا. وسبحان الله 18,000 متسابق ومتسابقة، أحمد خذ المركز الأول. خلق الصداقات أمر لا جدال حول جماله وأهميته، لكنه يكون أجمل عندما يكون عبر هذه النغمات الموسيقية الملهمة. أوكي.
البطل أحمد رمز للإرادة القوية والثبات حتى النجاح، هو نموذج مشرف لأبناء الوطن، تحدى التوحد وحقق هدفه. لأخبار الدار لمياء المازني من أبوظبي.